يعني مشاهدينا الأوقات اللي منعيشها مع أولادنا دايماً حلوة، ووجود الست هدى وحيالها دايماً كمان مهمين وحلوين. هاي ست هدى، كيفك؟ بصار يا هلا. اليوم عنا حيال جديدة، عنا كتير تبشرك تقدمينا إياهم للمشاهدين. مدي صفرة الست هدى هلا، عاملة صفرة غير شكل بنا نحكي عنها، ولكن الصفرة هاي ما نحافظ عليها. كيفك كارلا؟ صفا؟ جمالك. خليني هيك. ثانك يو حبيبتي. بشوفي يعني اول شيء معنا كثير قصص اليوم، معنا كثير تيبس، ولكن بشو رح نبلش؟ بتعرفي كارلا، قد ما يكون الانسان شاطر وعنده مهارات عاليه بالمطبخ، الا ما مرات يفشل بمطرح ما. اكيد كل انسان بحي الله شيء بيعمله بالحياه. مرات كثير بنعمل بسكوي، نعم، ومنوع بكره بنلاقيهم معدمين. مزبوط، يعني قاسيين. بقى أنا اليوم رح أقول لهم كم معلومة لحتى ما يكبوا البسكوي إذا إذا معظم أو إذا قد إسي. إسي؟ والمعلومة هي بتقول إنه نحن بنحطهم ببوكس، بوكس بلاستيك مثل هيدي، ومنغطيهم بشقفة خبزة. منغطيهم بشقفة خبزة بهالطريقة هيدي ومسكرة. شو بتاخد هي؟ بتاخد الأساوي؟ ومنحطها بقلب كيس نايلون. أوكي. ومنسكر كيس النايلون، صح؟ مزبوط؟ يعني بهالشكل نقطع عنه الهواء. نقطع عنه الهواء ومنتركه على الطاولة لتاني نهار. اوكي. تاني نهار منفتح منلاقي، منلاحظ انه بعضهم طازة، الخبزة مقرقدة وهن طريو. هلا فينا نكرر الطريقة على قد ما بدنا. حبيت الفكرة. هلا في في شغلة هلا، لأنه بالمعمول فينا نعمل هيدا الشيء 100%، لأنه هلا على العيد بحاجة نحن انه تنحافظ على المعمولات. هلا هني ما بيضاينوا كثير من بعد ما نخبزهم. عايزين ناكلهم. ناكلهم. هلا اذا فضل فيهم يحتفظوا فيهم، بقسمون بكيس نايلون بحطوهم بالفريزر بيضاينوا لحدود الست اشهر. واو. وقت اللي بدهم ياكلون، والبسكوي ذات الشيء، ومنقسمهم كل شوي بيشيلوا من الفريزر، بيشيلوهم قبل بساعة وبيرجعوا بياكلون. كثير منيحة هيدا بالنسبة للبسكوي. نعم. وفي حال ما بدهم يضطرون انه ما بدهم يستعملون بهالطريقة هيدي، انه يضطرون ويحطوهم بكيس، فيهم يطحنوهم على الميكسر ويحتفظوا فيهم بمرطبين مثل هيدي بقلب البراد. اوكي. بيستعملوهم لعجينة تشيز كيك، لكثير من باشياء من الحلويات فيهم يستعملوهم. مزبوط، مع شوية زبدة يعني بيعملوا بيرصوهم بكعبل هاي وبرجع بعدين بيعملوا تشيز كيك. الهدف كله انه ما نكب، ما نكب اكل. ما نكب اصلا، حرام نكب اكل. حرام نكب اكل. عن جد حرام. هيدا بالنسبة للبسكوي. اوكي، مع قدامنا خبز. قدامنا خبز. شو بدنا نعمل هالخبز؟ بتعرفي كارلا انا يعني كثير بزعل وقت اللي بعرف انه في حدا كبيت ربطة الخبز. حرام. لانه باتت. مزبوط. نحن ثلث نهار بنعرف انه الخبز خلص بيلحق رطوبه، ببطل طازه. بس نفتح اصلا الكيس ما بعد طازه. بعد ثالث نهار اذا نحن حسينا انه ما بقى له تصريف الخبز عندنا، في عندي طريقه انا بحمصه بطريقه مع بهارات. رح فرجيهم بس شوي. بترجع بتحمصيه. نعم. بالفرن؟ بالفرن او على الغاز، او على الغاز. صينية من اللي ما بيلزقوا. اوكي. أنا بدو إذا طيبين. يلا نحن فينا نقص الخبز بالشكل اللي بدنا إياه، بهالشكل هيدا. ستودا كتير طيبين. شو حاطة فيهم؟ ما بعرف. يلا لحلق خبرك شو عامل. يمي مع لبنة. فينا صحيح مع لبنة. عن جد مع لبنة كتير طيبة. على الفتوش، على الملوخية، فينا نستعملهم بكتير كتير أكلات. كيف مع الفتة، كل أنواع الفتة كتير طيبين عفاف مع الفتة على فكرة. من قصقص كارلا، من قصقص الخبز بهالطريقه. أوكي. هيدا بالسكين بالمقص. حرام، ما رح نحط كثير نحن. بدك تعمل كلهم؟ اوكي. لا مش كلهم، بس لحتى فرجيهم شو الطريقه كيف، لان الطريقه كثير مهمه. شو عنا؟ زعتر. نحن حطيناهم بالكيس لسبب واحد، لانه بدنا نحط زيت لحتى ما نجوي جات ونقعد نجلي. منجيب زيت زيتون. شفتوا التوفير من وين ببلش؟ من ست البيت. منجيب زيت زيتون. انا بحس الفكره تبعتك رح يحضروها الرجال اكثر. رح يعلموها للنسوان. اذا في كثير رجال بتحب المطبخ ليش لا؟ طيب لا تيعلموا النسوان التوفير. ما يصرفوا كثير. ضيف؟ منرش رشه بهارات، انا حاطه ثوم بودره. اوكي. حاطه بهار اسود، قرفه، جنجر، سماء، زعتر، مشتركة شيء، شوية ملح. يامي رح تطلع. يعني شو ما عنا بهارات بقلب البيت نخلطهم، نخلطهم مع بعضهم، منرشهم عليهم ومنعمل بهي الطريقة هيك. اوكي. لياخد الزيت على الخبز كله، ومنحطهم بصينية ومنحطهم بالفرن. تطلع عندهم نكهة كتير طيبة، كتير 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 طيبة. وفي حال وفي حال نحن ما عنا وقت لحتى نعمل، حرام. بس كيف باقيين معك طازة هدول هيك عم يقرشوا؟
لانه تحمصوا فيهم زيت. ايه اوكي بس تحمصوا بضاينوا بنحطهم بمرطبان فينا نحتفظ فيهم بدون برات لحدود الشهرين. اجمالا نحن بس نحمص الخبز اكثر من شهرين بيعطل ما بقعد يسوى طعمته بتتغير. اوكي هيدا يعني اذا في حال حبينا نستعمل هيدي الطريقه والا بنحمصهم بدون بهارات وفيكي مع بهارات بنطحنهم مثل كعك مطحون نطحنهم بنحطهم على وجه السوفليه في كثير عده طبخات فينا نستهلكهم بقلبه. هلا التب الثالثة، التب الثالثة هي رح احكيهم شوي عن الثوم. رح فرجيهم هون انا جايبه حص ثوم كبير. رح فرجيهم كيف بقشروا الثوم بهالشكل هيدا بفرفطوه بقلب المرطبان. ورح اترك وحدة بس لفرجيهم هون عندي ثلاث طرق لحتى يقدروا وبخضوهم بهالشكل هيدا. بهالشكل هيدا بفك القشر عن بعضه. اوكي ما بكون نحن تعذبنا وطلعت ريحه ايدينا. صحيح هن بدهم شوي اكثر وقت. بفكوا في حال ما بدنا نقصقصهم بايدينا. وثاني طريقه فينا نحطهم بكاسه بقلب الميكروويف من دون مي من دون شيء بقلب الميكروويف شيء 5 ثواني 6 ثواني بيفتحوا عن بعضهم فينا نستعملهم. حلو هيدي ثاني طريقه. والثالثه طريقه فينا نحطهم بالمي ننقعوا مي مسقعه شي ربع ساعة بفكوا عن بعضهم فينا نقشرهم. يعني هي وتالي الطريقة في هيدي الآلة متواجدة بكل السوبر ماركت تقريبا. المطارح اللي بتبيع أدوات منزلية بهالشكل هيدا. اوكي نبرمها هيك بهالشكل هيدا تقشروا بهالشكل. والله تقشرت عادي. هلا في حال نحن قصقصنا الثوم ونجو ايدينا اوكي بنلقط ملعقة كبيرة تحت المي وبنفرك صبيعنا فيها بتسحب كل الريحة. إذا مقصقصين بصل أو ثوم بتقصقصهم بتسحبهم بهالطريقة بنشيل الريحة من إيدينا بهالطريقة. وفي كتير بنسأل كارلا كيف نحفظ الثوم بالبراد. نحفظ بهالشكل هيدا خلاص زيت على وجهن وقد ما فيهم بإيدينا على البراد منهم فيهم يستعملون بهالطريقة. بدي أعطيهم تب أخيرة إنه نحن وقت اللي بدنا نشيل الحدية من الثوم بنفتحها بهالشكل هيدا فيها عرق أخضر ما بعرف إذا الكاميرا اللي عم تاخده منشيل هيدا العرق ومنخفف الحدية هيدي بتخفف حدية الثوم بالأكل. وفي حال حدا بيزعج إذا أكل ثوم من ريحة النفس أو شيء هاي بي مستغني عن ريحة النفس بتخفف 90% وفي حبوب التوم. حبوب بن بن محمص منشتريهم من السوبر ماركت منخليهم عنا منقرمش كم حبة تختفي ريحه الثوم. حلو ميرسي لك ست هدى على كل التبس اللي اعطيتينا اليوم. هون مشاهدينا رح نشوف كمان بعض من الفيديوهات والصور يلي بعتولنا اياهم عبر الواتساب.